يخدعون العالم انهم يحكمون باسم الحسين وباسم علي بن ابي طالب، وهم اشد الناس عداء الى علي بن ابي طالب والى الحسين. هؤلاء احرار الحسين الحقيقيين اليوم يتجسد اصرارهم باسقاط النظام باليوم الثاني على التوالي. لا نقبل الا باسقاط النظام. الحلول الترقيعيه لا تجدي نفعا. تغيير محافظ، تغيير مدير شرطه، اقاله الحكومه ليست هي السبب الحقيقي. السبب الحقيقي هو فشل النظام السياسي بالعراق. فشل النظام السياسي هو سبب هذه الكوارث. ما اريد الناس بقسوه ووحشيه، وهم الان يعتدون على الشباب بدون وعس من ضمير. هؤلاء جبناء الخونه. ولكن نقول الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد